اهلا فيكم في حلقه جديده من برنامجنا الحياه فصول في هذه الحلقه راح نكمل الجزء الثاني من موضوعنا الخوف تكلمنا الفتره اللي فاتت عن الخوف وشنو هو الخوف وشلون نتعامل مع الخوف كانت الحلقه السابقه فيها الكثير من جوانب الخوف وعلمتكم عنها يعني بشكل شويه موضح اكثر لكن لأن الخوف موضوع وايد كبير وفي جوانب وايد كبيرة ومتعددة حبينا نعطيه حقه ونعطيه حلقة زيادة نشرح لكم بعد على أمثلة أكثر وأكبر فتعرفون شنو هو الخوف وشلون تتعاملون معه ساعات يكون الخوف من أنفسنا ساعات الخوف يكون من داخلنا او بعد ما اقدر اقول ساعات في اغلب الاحيان يكون الخوف من داخلنا احنا، ساعات اهلنا من كثر ما يحبوننا ويخافون علينا يربونا على الخوف بدون ما يحسون. نخاف لا نتاخر عن البيت، نخاف لا نسقط بالامتحان، نخاف من العقاب، نخاف من اشياء وايد تصير بيننا وبين اهلنا. في بعض الاولياء الامور لما تصير خلاف بين الزوج والزوجه ويصير بينهم مشاجرات الأبناء كمان يحسون بالخوف إنهم عايشين بأسرة غير مستقرة لما أحد الأبناء يتعرض للعنف البدني من الأب ولا من الأم باقي الأبناء يحسون بعدم الاستقرار ويحسون بالخوف هذا شو يسبب؟ يسبب الخوف الداخلي فلما يتعرض حق أي عنف جسدي يتذكر اللي صار في اخوانه او اللي صار فيه وهو صغير فتلاقي ما يقدر يشوف مثلا افلام فيها عنف ما يقدر يشوف اي مشهد فيه عنف لانه هو مر على العنف وشاف شلون العنف صعب فما يقدر يتقبله فسبب له خوف دفين داخل روحه الخوف هذا يظهر ساعات من عوامل خارجية لما أنا أشوف مثلا حادث قدامي أخاف لأن مثلا أنا تعرضت كذي لما أشوف ناس بالشارع قاعد يتخانقون ابتدي اخاف لان مثلا بالطفوله هذا الطفل شاف انه والله كان والدينه مثلا يصير بينهم بعض النزاعات او شاف اخوانه واخواته يصير بينهم بعض النزاعات فصار يصار عنده خوف كبير من العنف الجسدي، صار يخاف يخاف انه يشوف هالاشياء فاحنا لازم نعرف ان انا خوفي هذا من الطفوله الخوف احساس والخوف شعور واحنا من الحلقه اللي فاتت اتفقنا ان كلنا نشعر بالخوف. الخوف. مثل ما نشعر بالمشاعر الحلوة والسعادة والحب والامتنان نشعر بالخوف كان الخوف بالسابق يحمي الإنسان الأول لما كان بالغابة وكان دار مدارة حيوانات وايد ولما يطلع الأسد كان يحميه بس الحين ساعات نخاف من أشياء ما نحتاجها ويسبب لنا زيادة بالأدرينالين ويسبب لنا زيادة بالسترس ليفلز عندنا بجسمنا ويخلينا إحنا كله في حالة تأهب وإحنا الحين في مجتمع متحضر ما نحتاج حق كمية الخوف الزايدة فخنحاول نسيطر على خوفنا خنحاول نواجه على الخوف ومثل ما قالت سوزن جيفرز فيل the fear and do it anyway. يعني مهما تحس بالخوف واجهه واخذ الاكشن اللي تبي تسويه ولا تخليه يرجعك لورا بالعكس خله دافع ينقلك الى الامام بقول لكم قصة وايد حلوة من الكاتب المشهور باولو كويلو أنا وايد أحب أسلوب باولو كويلو ودائما يبسط لنا ويقول لنا قصص جميلة من الحياة تخلينا نعرف أشياء إحنا نشعر فيها بس مو عارفين شلون نعبر عنها يقول إن كان في شخص قاعد يمشي بالصحراء وكان يشعر بالعطش وهو قاعد يمشي لاحظ إن في كلب يمه عطشان ومثله قاعد يدور على الماء وظل يمشي اهوى ويدور ويدور الى ان وصل الى مثل بحيرة صغيرونة فيها ماء فاول ما شافها الرجل راح وشرب وقسل وارتوى من الماء الكلب كل ما يبي نط بالبحيرة عشان يبي يشرب ماء يشوف كلب ينبح عليه يقوم ينبح ويتراجع ويخاف ويرجع ليه رد مره ثانيه قرب على البحيره يشوف انعكاس بالماء بالماي في شيء قاعد يخوفه كأنه في كلب ثاني قاعد يخوفه فيرجع مره ثانيه وما يشرب ماي الى ان حس انه هو راح يحس بالهلاك وراح يموت لانه وصل حق مرحله من العطش والظما اللي مو طبيعي قال ما كل انا يعني اواجه الكلب الثاني اللي قاعد ينبح علي داخل البحيره واشرب ماي لان انا راح اموت اذا ما شربت ماي بالفعل نط الكلب بالبحيره وشرب من الماي وارتوى ولاحظ انه طول المده الكلب اللي كان يشوف انعكاسه بالبحيره وكان يخوفه انه هو يشرب ماي كان ما هو الا انعكاس نفسه كان هو اللي يخوف نفسه كان يشوف صورته وينبح ويشوف انعكاس النباح اللي كان هو ينبحه وعلى باله مخيلته انه في كلب ثاني هو اللي قاعد ينبح عليه فتخيلته وش كثر هذا المثال الصغير آه اللي مر فيه الكلب ومر فيه هذا الرجل احنا يتكرر لنا بحياتنا ما تحسون ان ساعات الخوف يكون من داخلنا لكن احنا نسبب اشياء خارجيه تسبب لنا الخوف ونقول ان هذا من مسبب خارجي ما تلاحظون ان ساعات انت قادر لكن حاس انه خايف بس مو قادر تعترف انت في خوفك ترى الخوف احيانا كثير يكون عائق عائق عن الاستمرار بالحياه عائق عن النجاح عائق عن التطور عائق ان تكون افضل صوره من نفسك لان انت ساعات يكون ما عندك ثقه ان انا لو بسوي هالمشروع او بروح هالبلد او يعني ببتدي هالعلاقه او بتزوج او اي شيء بالحياه يحتاج له قوه ويحتاج له اصرار ويحتاج له مبادره زين لما تحس ان انت خايف من المبادره تزيد خوفك لا انا ما اقدر لا كل اللي دار مداري يقولوا لي انا ما اقدر لا مستحيل انا شلون اقدر اسوي هذا الشيء حتى لو اللي دار مداري سووه لا انا اضعف منهم انا ما عندي قوتهم انا ما عندي ثقه بالنفس فيبدا شنو اللي تكلمنا عنه قبل صوتك الداخلي يسحبك يسحبك يسحبك, يسحبك ويزيد خوفك ويعيقك من ان انت تواجه الخوف وتطور نفسك الى الافضل فانتبه من الخوف الداخلي اكتب خوفك الداخلي وشنو مصدره وهل هو من تجارب انت مريت فيها بالطفولة وشلون تتخلص منه وشلون تواجه خوفك احنا قلنا انه هو عائق وان احنا عشان نتخلص منه لازم تواجهه وانا متأكدة ان انت راح تقدر تواجهه وراح تقدر تتفوق وراح تقدر تتطور وراح تقدر تسوي كل اللي تبيه لمن تعامله معاملة الشعور الطبيعي اللي كل انسان يمر فيه الخوف يختلف حتى باختلاف العمر تلاقون الاطفال ما عندهم خوف وفيهم جراءة لأنهم ما يفكرون بالخوف تلاقي يركب القاري ويطيح مرة ومرتين وثلاث ومستعد أنه يجرب أكثر وأكثر تلاقي يسوي أشياء أهله يخافون عليه بس هو مو حاس أنه هو خايف الخوف يعني يختلف الإنسان لما يكبر يبتدي يخاف من أشياء ما كان يخاف منها قبل في أشخاص يكونون ما يخافون من الارتفاعات ويروحون ويسوون سكي وينطون من الطيارة يسوون سكاي دايف وغيره وغيره لكن بعد عمر معين يقولون لا احنا خايفين هذا الشيء يسبب لنا الخوف هذا الشيء احنا ما نبي نواجهه انا اقول يعني لازم بعض الاشياء نواجهها الاشياء اللي ما منها ضرر بالكبر ان الانسان يواجهها بالعكس واجهها واستمتع بحياتك، لا تخلي الخوف يوقف حياتك ويوقف ان انت تعيش التجربه الحلوه، لا تخلي مثلا خوفك من الطياره يخليك ما تسافر، لا تخلي خوفك من الارتفاعات ما تركب يعني اماكن عاليه او تصعد على جبل او تشوف منظر حلو، لا تخلي خوفك مثلا من اشياء بسيطه انت خلاص كبرتها بعقلك يوقف حياتك، طبعا مع اعتبار ان الواحد يخاف على نفسه من الاشياء الخطره، الاشياء اللي نبتعد عنها لكن الاشياء اللي ما منها ضرر احسن ان احنا نواجهها وان احنا نمارسها عشان نعطي نفسنا الثقه ان انا اقدر منو قال مثلا ما اقدر اغوص ما اقدر اخذ كورس غوص لا اقدر اقدر اسوي حتى لو مثلا ما كنت مجربه من قبل اقدر ابتدي هوايه جديده اقدر مثلا اسوي سكينج مثلا بالسنو اقدر اجرب تجربه انا عمري ما جربتها ما دام انت عندك الصحه وعندك القوه وقادر وهذا الخوف تقدر تواجهه اذا حاس ان لا هذا شيء يسبب لك الضرر تجنبه ودائما ذكر نفسك ان الخوف شعور طبيعي وان احنا من يوم احنا صغار نحس فيه ولما نكبر راح نحس فيه، اهم شيء انه ما يكون عائق، اهم شيء انه ما يعني يسبب لنا فشل بحياتنا ويقلص تجربتنا، اهم شيء انه نواجهه بشكل موضوعي ونقول احنا راح نحس فيه لكن راح نستمر بالحياه، راح نعيش الحياه، راح نكون سعيدين بالحياه وما راح نوقف الحياه بسبب الخوف. كونوا سعيدين وتخلصوا من الخوف وواجهوا حياتكم بكل حب وبكل سعاده